تفضل. والله الأمانة شعور لا يوصف، لا سيما في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للجائزة، وهذا يعطي إضافة للجائزة، إضافة إلى كونها جائزة متميزة من ناحية جودة الأعمال اللي قدمت فيها. تكريم وتشريف سمو الأمير حاجة يمكن أضافت للجائزة، وهي عبارة عن تكليف وليس تشريف لما بعد الجائزة. عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ عبد الرحمن جاسم الباكر، حاصل على لقب المعلم المتميز من مدرسة حسان بن ثابت. طبعا هذا اللقب على مستوى دولة قطر في المرحلة الثانوية، وشعوري مثل باقي إخواني المتميزين، يعني يوم نتوج فيه من قبل سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الله يحفظه، وكفى بهذا وسام نضعه على صدورنا، وإن شاء الله هالذكرى ما تنسى أبدا يا رب. الله يبارك فيك، الله يجزاك خير. قاع الفوز، وأنا اليوم فرحة جدا بهذه الجائزة. من البداية أهن الفائزين والفائزات بجائزة التميز العلمي للدورة 12 للعام 2019، وسعادتي لا توصف بهذا الإنجاز، وخاصة أن هذا العام لدينا عدد لا بأس به 93 مكرم ومكرمة، وهذا عدد يعني يعتبر من أكبر الأعداد التي فازت بالجائزة خلال الدورات السابقة. طبعا نحن نفخر بمن واصلوا تميزهم ومن سيواصلون هذا التميز. طبعا هناك العديد من الإنجازات التي قدمها هؤلاء لكي يحصلوا على هذه الجائزة، وكانت سببا في تميزهم. نتمنى لهم أنهم يستمروا في هذا التميز، وأن يوفقوا إن شاء الله في كافة المجالات التي سيخوضونها سواء كانت علمية أو عملية. اللهم لك الحمد، معاكم أخوكم ملازم ناصر منصور عوامي الهاجري، من المتميزين اليوم حصلت على الميدالية البلاتينية في فئة الطالب الجامعي، والحمد لله، وإن شاء الله هذه تكون دافع معنوي إن شاء الله للمستقبل، المزيد من الإنجازات إن شاء الله، والله يبارك لهم إن شاء الله جميع المتميزين اليوم، وألف مبروك ومنها الأعلى. ورحمة الله وبركاته، ملازم نواضي خلو الكربي، حصلت على جائزة التميز العلمي في الطالب الجامعي، والحمد لله رب العالمين، وبارك لإخواني المتخرجين، وإن شاء الله نطمح للأعلى وتكملة الدراسة ماستر والدكتورة بإذن الله إن شاء الله. اليوم كنا قاعدين نحتفل بيوم التميز العلمي، طبعا اليوم اللي منشود اللي جلسنا فترة وإحنا ننتظر هذا اليوم بس علشان نصافح يد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الله يحفظه ويطول في عمره. وطبعا شعور اليوم إنه يعني شعور أي واحد يعني حاس نفسه متميز بعد التعب والمسابقة اللي يعني كانت مش سهلة أبدا، وصلنا للمرحلة هذه ولله الحمد. فحاب يعني بس أنصح إخواني كلهم إنه يجتهدوا ويثابروا، لأن يوم التميز العلمي يوم يعني صدق إذا فزت فيه تحس إنه يعني فخر لك طول الحياة. طبعاً أشعر بالفخر أني أنا فايزة بهذه الجائزة، جائزة التميز العلمي فئة الطالب المتميز للمرحلة الثانوية، وطبعاً هذه مش أول مرة أفوز بجائزة، الحمد لله حققت من قبلها عدة جوائز، ومنها جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأيضاً أولمبياد الرياضيات على مستوى الدولة فس المركز الأول. المرة فزت بأي جائزة المرة؟ الحمد لله هذه المرة فزت ببلاتينية على مستوى المرحلة الثانوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المهندس سيف محمد القاع الهاجري من مدرسة الشحانية النموذجية البنين، فزت بالميدالية البلاتينية ولله الحمد، أطمح أن أكون مهندس لخدمة وطني قطر في تحقيق رؤية قطر 2030. هذا اليوم هو يوم في الحقيقة تكريم أهل العلم، وهذا تكريم لا شك له أثر طيب ليس فقط في المكرمين ولكن في الأجيال القادمة. وطبعا هنا نشكر في الحقيقة قيادتنا على احترام التعليم وتقديره وتكريم العلماء، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق دائما إلى الأعلى لخدمة بلدهم. مبارك الغارم من مدرسة البيان الابتدائية الثانية الصف السادس، عمري 11 سنة، طموحي أن أصبح كاتبة فائزة بالميدالية الذهبية. يا رب إن شاء الله يا رب. إنه حلم وإرادة ومجتمع أنه يحتاج أنه يكرم ويقدر،
في محفل علمي رأى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. لما سمعت ان لولو فازت بجائزة التميز العلمي صراحة فرحت لها، لان تعبت تعب كثير جدا في قطر في لندن، وللامانة احنا ما ساعدناها وهي رفضت حتى نشوف ملفها، فكنت مبسوط ان الجهد الكبير اللي بذلته الحمد لله يعني كان اخرة النجاح. إن التخطيط الاستراتيجي الجيد والرؤية الثاقبة التي سعت إليها الدولة وتابعت تنفيذ خططها وبرامجها التنموية في كافة المجالات وعلى جميع المستويات هو الأساس في تحقيق النجاحات والإنجازات. وزراء، السيدات والسادة، إخواني المكرمين وأخواتي المكرمات، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أخاطبكم اليوم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي وزميلاتي المكرمين في يوم التميز العلمي. اسمحوا لي بادئاً ذي بدء أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، قائد مسيرتنا الكريمة، لرعايته ليوم التميز العلمي وتشريفه بتكريمه لنا ولمن سبقونا. سيدي صاحب السمو، إنه ليوم عظيم سيبقى في ذاكرة كل الفائزين بجائزة التميز العلمي. لما ترشحت لجائزة التميز العلمي كانت مشاركتي بحد ذاتها دافع لي لتقديم تعليم راقي ومتميز لأبناء دولة الحبيبة قطر. عندما تلقيت اتصال بوصولي إلى مرحلة المقابلة، وبفضل من الله عز وجل أنهيت مرحلة المقابلة وتم إعلان حصولي على الجائزة عن فئة حملت شهادة الماجستير في التخصصات الأدبية.
أنا جدا سعيدة وفخورة لحصولي على جائزة التميز العلمي، وهذا فخر وشرف لي ولأهلي ولوطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المهندس سيد محمد بن فقاع الهادري. كان دافعي والحافز الأكبر لاستمرار التميز هي المرحلة الإعدادية والحصول عليها للمرة الثانية بفضل الله. التميز العلمي هو الوجه الآخر لتطور المنظومة التعليمية، كما أن المتميزون هم القدوة لبقية الفئات الجائزة، وبالتميز طبعاً نحقق رؤية قطر 2030. جائزة التميز العلمي هي من أهم الجوائز التي يسعى إليها المواطن القطري، فهي وسام وشرف متوج به من قبل سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. حصولي على جائزة حصة حمد عيسى عبدالله الهتم أكاديمية قطر. روضة وليد محمد إبراهيم الجناحي، مدرسة النساء الابتدائية للبنات. نور محمد خليفة عمران الكواري، مدرسة النهضة الابتدائية للبنات. خالية ناصر فهد جاسم الثاني، مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. عهود حمد عبد الله حمد البريدي، مدرسة النهضة الابتدائية للبنات. الجوري أحمد سعيد علي شعيب، مدرسة النهضة الابتدائية للبنات. مدرسة المخية الابتدائية للبنات. عليا عدنان منيف ناصر ودعاني، مدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات. نجود الحمى صباح البلبيت الكوار. العنود أمير عبد الله أحمد الباطن، مدرسة البيان الإعدادية للبنات. غالية عبد العزيز راشد الخيرين الهاجري، مدرسة البيان الإعدادية للبنات. عائشة خالد أحمد جاسم الإعدادية الميدالية الذهبية. أسماء يوسف حسن محمد العبيدي، مدرسة البيان الإعدادية للبنات. هتان مهنا عبد الرحمن سنيدي القصيبي، مدرسة البيان الإعدادية للبنات. البندري فيصل محمد بدر السادة، مدرسة البيان الإعدادية للبنات. بني فجر عبد الله سلطان الملوم من مسافر، مدرسة قطر الإعدادية للبنين بنات. دينا طالب أحمد إبراهيم الهيل، مدرسة البيان الإعدادية للبنات. محمد عبد الرحمن محمد العبدالله، مدرسة بنت وهب الإعدادية للبنات.
المرحلة الثانوية المدارية البلاتينية سارة حسن عبد العزيز راشد المالكي. علياء يوسف خلفان علي الكواري مدرسة البيان الثانوية للبنات. شوق خالد صفر الشباعين الهاجر مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات. المرحلة الثانوية الميدالية الذهبية لطيفة عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن محمود مدرسة البيان الثانوية للبنات. آمنة محمد عيسى شاهين البناعي مدرسة البيان الثانوية للبنات. نور سالم خالد صالح الجابر مدرسة البيان الثانوية للبنات. محمد عبد الله محمد المري مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين. نيرة إسماعيل محمد أحمد البعنيل مدرسة البيان الثانوية للبنات. شهد فؤاد حسن علي فخري مدرسة البيان. كلثم عبد الله سعود عبد العزيز الكواري أكاديمية قطر. عالية سلمان حسين عبد الرضا أشكنان مدرسة الدبكي ثانوية للمهنة الطبية. نور خالد جمال محمد الجاب مدرسة حصة علي إبراهيم حسن الهيل. شيخة سعد سعيد المسعود القحطاني. روضة حمد عبد الله الإبراهيم العطية. ناصر منصور ناصر العوامي الهاجر. آمنة صالح أحمد السالم المناعي. دانة علي عبد الله علي الحداد. نوف خالد محمد عبد الله الهيدوس. لطيفة خالد جبر محمد الثاني. عبد العزيز أحمد عبد العزيز غني. عبد الرحمن أحمد حاجي عبد الملك العبد الملك. روضة إبراهيم صالح يوسف الحر.
حصة سعيد خلف سلطان البدر. الجازي خالد ناصر عبد الله الثاني. سارة حيدر عبد الرضا عبد الله المشهدي. خلود خليل حسن سلطان الشيبر. هزاع راشد حمل هزاع العدل. مريم يعقوب يوسف يعقوب الجفيري. زهرة ماجد برهان الزيدان. نورة أحمد سعيد جبر الرميحي. مريم هداف عايض المصابر القحطاني. نيرة عبد الله أحمد عبد الله العبيدي. عائشة عبد الله عبد الرحمن آل شيخ الكواري. فئة البحث العلمي المتميز ديما حمد عبد الهادي زابر الدوسري. فئة المعلم المتميز المرحلة الابتدائية سعاد محمد أحمد محمد العبدالله. حملت شهادة الدكتوراه المجال العلمي. فئة المدرسة المتميزة المدرسة الحكومية مدرسة علي بن جاسم بن محمد الثانية الثانوية للبنين دكتور دكتور حمد محمد حسين علي المفتاح من فئة المجال الأدبي. دكتوراه المجال الأدبي دكتور حمد محمد حسين علي المفتاح. مغادرة سمو الأمير. والآن يتوجه بكل فخر نخ
نختم حفلنا هذا بالشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني راعي جائزة التميز، والشكر موصول إلى سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمد.